صحيح البخاري، تفضل. صحيح البخاري كتابه صحيح، تفضل. صحيح البخاري كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن، قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال الخطيب ثقة، وقال أبو يعلى الخليلي ثقة، متفق عليه مشهور. قال أخبرنا عبد الله. قال أخبرنا عبد الله، وعبد الله بن المبارك الرجل المبارك التقي النقي المجاهد العالم النحرير الفقيه المحدث. قال أخبرنا يونس. يونس هنا ويونس بن يزيد بن نجاد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي وهو من ثقات الأثبات. نعم. عن الزهري. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث محمد مسلم، وهو ابن شهاب يعنن أو يدلس، واحتمل الناس تدليسه من أجل بحر رواياته. أخبرني سالم بن عبد الله. قال أخبرني سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله في قول أنه من الفقهاء السبعة، وأيضا سالم من الثقات الأثبات، هو من أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر من العبادلة الأربعة، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، كان تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد ونعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، وكان أثريا يتتبع السنة، وهو صحابي من صحابي. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. نعم. وقال المصنف: حدثنا إسحاق الواسطي. إسحاق هو إسحاق بن شهين الحارث الواسطي، قال النسائي: ليس به بأس. وفي رواية قال صدوق، ومسلم بن قاسم قال صدوق. قال: حدثنا خالد بن عبد الله. خالد هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد أبو الهيثم الواسطي، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال أبو زرع ثقة، وأيضا ابن معين وثقه، فهو ثقة ثبت. الترمذي قال: ثقة حافظ. عن خالد. خالد هنا وخالد بن مهران حزاء، خالد من ثقات الأثبات، هذا الذي جر وحدى بحماد بن زيد أن يشتد على شعبة من أجل أنه تكلم في خالد الحزاء. نعم. عن أبي قلابة. أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، هو من ثقات الأثبات رواه له جماعة، أنه رأى مالك بن الحويري رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى كبر رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. نعم، في قوله المصنف: باب رفع اليدين إذا كبر إذا ركع وإذا رفع، وهذا أتى به على غرار أحاديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أغلب أحاديث ابن عمر فيها إثبات أنه كبر فركع، رفع يديه عندما حين كبر وحين ركع وحين رفع من الركوع. ولذلك المصنف قد أفرد تصنيفا في ذلك البخاري، قال: جزء منفرد في رفع اليدين في الصلاة. وروى عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم، كانوا يفعلون ذلك كما قال علماؤنا. الحق أنه قد ورد عن 50 من الصحابة كانوا يرفعون أيديهم حين الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وأيضا كثير من الصحابة قال علماؤنا بأن العشرة بالنسبة للعشرة المبشرين بالجنة أيضا هم قد رأوا رفع اليدين عند تكبير الافتتاح، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. كل يعني قد نقل عنه ذلك إلا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه،
قال محمد بن ناصر المروزي أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك الرفع اليدين في الافتتاح والركوع وأيضا في الرفع. ذلك إلا أهل الكوفة، إلا أهل الكوفة تعارون على ابن مسعود أنه الرفع لا يكون إلا في الافتتاح فقط، وهذا الحديث فيه ضعف لم يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال ابن عبد البر لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، يعني قالوا أنه ترك الرفع في الركوع ورفع اليدين هذا عند الرفع من الركوع، والحق أنه المحقون من مذهب الإمام مالك قالوا بمسألة الرفع. ولذلك ابن عبد البر قال ذلك، قال على الأخذ بذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه دار، وهو ابن وهب وغيره عن مالك ومحك التلمزي عن مالك غير ما ورد بأنه طالب الرفع أن يرفع يديه حين يكبر في الافتتاح، وأن يرفع يديه حين يركع، وأن يرفع يديه حين يرفع من الركوع. نعم. ونقل الخطابة والقرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وصح أقوال الإمام مالك في هذا. والحق أنه لا ليس ثم الدليل عند مالك في ترك الرفع بعدما ثبت عن كثير من الصحابة الكرام، بلغ بهم بعض العلماء قال 50 صحابيا، بلغ 50 صحابيا هم يرون الرفع وعند التكبير وعند الركوع وعند الرفع. نعم. وأما الحنفية فقالوا لا رفع إلا عند الافتتاح، قالوا لا رفع إلا عند الافتتاح. وعمدة الكلام فيهم كما قلنا حديث ورد عن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهو جاء من رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره فيفعل ذلك. وطبعا هم يقولون أصلا ورد عن ابن عمر أيضا، يعني ورد عن مسعود، وهذا الذي يتمسكون به وعضون عليه ابن نواجس. وأما ابن عمر طبعا وهذا أيضا لم يثبت، يعني ما جاء عن ابن مسعود أنه كان يرفع هذا لم يثبت. وروى عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه لم يفعله، صلى خلفه مجاهد وأجيب الطعن. والحق بأن الحديث الإسناد لم يصح، هذا الإسناد لم يصح في أبو بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش ساء حفظه بآخره. وأكثر أصحاب ابن عمر عن أنه رفع عند التكبير ورفع عند الركوع ورفع عند بعد الرفع من الركوع، بل ورد منهم بقوله هو ابن عمر قال ولا يرفع عند السجود. وقد ورد في جزء رفع اليدين عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع حصبه، يعني كان ابن عمر، وهذه طبعا تبين لك ضعف ما يتبنون بأن حديث مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع. هو ابن عمر رضي الله عنه كان يترقب الناس وهم يصلون، فمن ورده لا يرفع يديه عند الركوع ولا يرفع يديه عند الرفع من الركوع يحصبه بالحصر، لأنه خالف السنة. وهذه دلالة على تمسك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بالسنة. واحتج أيضا حديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، وهذا حديث ضعيف. هذا حديث أهل العلم أهل الحديث لا يثبتونه، ولو كان مثبتا فالمثبت يقدم، ولو كان ثابتا فالمثبت يقدم على النافي، ولو كان ثابتا فالمثبت الذي أثبت الرفع مقدم على النافي الذي نفى، لا سيما وأن الإثبات عدده كثير وأنا ورد عن العشر المبشرين بالجنة. فهذه دلالة على الرفع. طيب أنا أقول لكم الآن لو قلنا أن حديث ابن مسعود صحيح وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ولم يعود ثم لا يعود، وعندنا ابن عمر أثبت الرفع وأيضا نفى رفع بين السجدتين وجاء ثابت في السنن أنه رفع، كيف نجمع بين الروايات الثلاثة؟ أريد الجمع بين الروايات الثلاثة الآن. نعم. هل أجاب ولا لا؟ المثبت يقدم على المنفي على النافي، ومسعود تعارض المثبت مع النافي يقدم على المثبت فيقدم المثبت. ممتاز. المثبت كله على أساس المثبت يقدم على النافي. ماشي، إجابات صحيحة.
ده صحيح. ماشي ده صحيح. المدبر تقدم على النافع في هذا الباب. لكن في حديث ابن عمر هيكون فيه الكلام فيه أمر آخر. نعم. كما قلنا بأن الحديث ابن سعود الذي يتمسكون به أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش راويه ساء حفظه. وأيضا ورد عن ابن عمر عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى. وهذه كما قلنا بأن هذا فيه دلالة واضحة جدا على أن ابن عمر كان يرفع في هذه الثابت عنه يرفع في هذه المواطن، يرفع عند الافتتاح ويرفع عند الركوع ويرفع عند الرفع من الركوع أيضا. وقلنا بأن الأسانيد في ذلك أسانيد صحيحة بأسرها، وقد ورد عن كثير من بلغ بعضهم قال بلغ إلى 50 صحابي كانوا يرون هذا الحديث. وفي الحديث قال رأيت رسول الله عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع ويفعل ذلك حين رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ورفع ذلك في السجود. عندنا مسائل ثلاثة. المسألة الأولى كما قلنا أن الصحابة الكرام كانوا يهتمون جدا بالأمور بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا يتعبدون به لله جل في علاه وينقلونه للناس. فكان ابن عمر من أحرص الناس على النظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه عبادة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فراقب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كيف يصلي، فقال أنه كان يرفع يديه حين يكبر، يعني حين يكبر إلى تكبيرة الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. وكان رفع اليدين كما قلنا هو ورد عن ابن عمر قال حذو منكبيه، حذو منكبيه. وفي الرواية الأخرى قال حذو أذني. وقلنا الشافعي أمس قلنا الشافعي أنه جمع بين الروايتين بأنه يبتدئ بالكف يكون عند المنكب وأطراف الأصابع تكون عند الأذن، يكون بذلك قد جمع بين الحديثين أو جمع بين الروايتين. فهو قال إذا قام في صلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. وهذا كما قلنا دلالة على أن السنة أن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق عند الافتتاح باتفاق، الخلاف في المواطن الأخرى وهي عند الركوع عند الرفع من الركوع، يعني عند ابتداء الركوع. وهذا مقتضى رواية الإمام مالك بن الحويرث قال إذا أراد أن يركع رفع يديه. وفي حديث أبي هريرة قال ثم يكبر حين أركع، ثم يكبر حين أركع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، يعني إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع كبر، إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع كبر، يعني يفعل ذلك ويرفع يديه. ويعيد رواية أبي داود من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، يعني رفعه بيرفع الصلب رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. فهذا معناه أنه يبتدئ الرفع عند ابتداء القيام من الركوع، يعني إذا كان راكعا وهو يرفع يبتدئ رفع يديه، يعني يبتدئ رفع يديه عند الرفع من ابتداء القيام من الركوع. ورواية ابن عيينة عن الزهري التي خرجها أحمد وخرجها عند أحمد أبو داود أيضا عن أحمد أبو داود، وقال بلفظ بعدما يرفع رأسه من الركوع، يعني إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وقلنا إذا ثبت ذلك فكل ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، يعني الأولى أنه كان يرفع حين يرفع من القيام كأنه موافق رفع مع الرفع. وأما في حديث ابن عيينة عن الزهري كان بعدما يرفع رأسه من الركوع، يعني كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع، يعني بعدما، وقد يقال بعدما يشرع، يعني قد نقول
في 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 قوله وبعدما يرفع رأسه من الركوع يعني الشروع في رفع الرأس الشروع في رفع الرأس حتى يوافق رواية ابن عمر بأنه كان يرفع حين يرفع يرفع يديه حين يرفع رأسه ولا يفعل ذلك في السجود. طبعا ولا يفعل ذلك في السجود مقسمة ولا يفعل ذلك في السجود إذا قام قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سيسجد بعد ذلك لا يرفع يديه هو يكبر لكن لا يرفع يديه لأنه أغنى الرفع الأول عن أن يرفع يديه حين الهوي إلى السجود. فإن سجد فبين السجدتين لا يرفع يديه. فإن انتهى من السجدة إذا انتهى من السجدة لا إله إلا الله إذا انتهى من السجدة الأولى لا يرفع يديه. فإذا سجد السجدة الثانية لا يرفع يديه وإذا طلع من السجدة الثانية وأراد أن يقوم إذا كان إذا قلنا بمذهب الشافعية بأن جلسة الاستراحة سنة فإنه أيضا لا يرفع أيضا لا يرفع لأن ابن عمر نفى ذلك قال ولا يفعل ذلك في السجود. كان ابن عمر راقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرجده يرفع حين الافتتاح يرفع حين الركوع يرفع حين القيام وفي السجود لا يرفع في السجود لا يرفع. هذه المواطن كما قلنا الجمهور يقولون بهذه المواطن خلاف الأحناف أنه يرفع في هذه المواطن. والاختلاف أيضا في حديث في مسألة السجود ما لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرفع من السجدتين وحق الحق أن في السنة قد ورد أنه رفع يديه بين السجدتين حين كبر رفع يديه بين السجدتين. قلنا هذا كان قليل كان نادرا ما كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لما جزم ابن عمر بالنفي في محل الإثبات في محل الإثبات نفى ابن عمر قال لا يفعل ذلك في السجود قال لا يفعل ذلك في السجود. وقد نقول إن قلنا أنه لا يفعل ذلك في السجود نفي محل الإثبات قد نقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين جلس جلس للركعتين بين أربع ركعات إذا جلس للركعتين فإذا قام كبر ورفع يديه. فهنا موطن رابع جاءنا في حديث أبي هريرة موافق حديث ابن عمر لكن فيه زيادة أنه كان يرفع يديه حين يرفع من السجدة الثانية. قد يقال فيها ما يقال في ما ورد في الطبراني وفي غيره بسند صحيح أنه كان بين السجدتين يرفع يديه. يقال هذا إثبات محل النفي لأنه قال هو ما قال في الجلوس. يعني الفارق بين هذا وبين حديث أبو هريرة الذي أثبتناه أنه بعدما جلس في التشهد الأوسط يرفع إذا رفع وقام رفع يديه. قلنا لأن ابن عمر لم ينفي هذا الموطن سكت عنه لم ينفي هذا الموطن سكت عنه لما سكت عنه جاءنا الدليل دليل أبي هريرة فأمسكنا به وقلنا به لكن هو سكت عنه. ابن عمر لما نفى الهوية للسجود نفى بين السجدتين نفى في السجدة الثانية لكن الجلوس بعد التشهد ثم القيام لم يذكر ابن عمر عنه شيء فكان مسكوتا عنه وما كان مسكوتا عنه فالدليل الذي يأتي هو الذي يفسر في الخطاب. وقد جاء الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه كان يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة. وقد روى يحيى بن القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولا يرفع بعد ذلك قال ولا يرفع بعد ذلك نفي عام ولا يرفع بعد ذلك نفي عام لكن يخصص هذا النفي العام بحديث ابي هريره بانه في الركعه الثانيه كان يقوم رضي الله عنه رضي الله عن ابن عمر رضي الله عن ابي هريره نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطه طبعا في قوله آسف المسألة الثالثة في قوله ويقول إذا قلت سمع الله لمن حمده
ولا ذلك في السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله من حمد. قال برضو تمسك بها بعض الشافعية أنه يقال أن الإمام والمأموم يقولان سمع الله لمن حمد. والصحيح أنه لا يقول إلا ربنا لك الحمد، لأن النبي قال فإذا أذن قال فإذا قال حيا فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، إذا قال فقولوا. والآن في تعقيبية صح، لكنه ما تأتي ما يأتي كلامه إلا بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا ربنا لك الحمد، فقولوا ربنا لك الحمد. فهذا فاصل خطاب بين الجمهور وبين الشافعية أن المأموم يقول الذكر ويقول أيضا سمع الله من حمده، أم ماذا؟ قلنا لا، أما المأموم فهو يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، لأن الإمام سيقول سمع الله من حمده يعتمد سلامه فيقول ربنا لك الحمد. الفوائد المستنبطة. حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على نقل أفعال النبي. أفعال النبي تشريعية، سنة، أفعال النبي تشريعية. كما قلنا الفائدة لأمس وهي المثبت في مقام النفي في مقام الإثبات يقدم على الإثبات، النفي في مقام الإثبات يقدم على الإثبات. إلى سنن الترمذي، إلى سنن داود.